يا دكتور، في بداية حلقتنا عايزين نعرف ايه هي الخشونة، نتعرف على الخشونة. بسم الله الرحمن الرحيم. خشونة الركبة هي مشكلة بتحصل تقريبا في 30% من الحالات عند سن ال70، بتقل يعني بتبقى موجودة من أول سن ال40 45 سنة، بتوصل لغاية 30% عند سن ال70 زي ما قلنا. الأكثر عرضة بيبقوا السيدات للأسف، الناس اللي وزنهم زيادة، الناس اللي نشاط حياتهم ما فيهوش حركه كتير، يعني اللي هو ما يسمى سيدنتري لايف ستايل، او اللي هو حياته بتبقى حياه ما فيهاش حركه كتير. اللي بيحصل ايه؟ ان العظمه بتبقى موجوده، ربنا سبحانه وتعالى بيبقى مغطيها بطبقه من الغضروف السطحي، ده بيبقى املس جدا بحيث ان يقلل الاحتكاك لاقل درجه ممكن. مع الوقت كفاءه الغضروف ده بتقل، بتبقى بتتحول الى يعني النسيج بتاعه بيبتدي يضعف مع الوقت، غير ان العظم كمان بيضعف مع الوقت، فبيبقى نتيجه ده بيبتدي يظهر الاحتكاك. فقد هذا الغضروف هو ده اللي بيؤدي الى ما يسمى بخشونه الركبه او خشونه المفاصل عموما.